خطوة واحدة بتفصل نجم الزمالك السابق عن الانتقال للأهلي. استثمار رياضي جديد في أحد أندية الدوري الممتاز وإثارة مرتقبة في الموسم الجديد. صدمة جديدة من إدارة برشلونة لميسي ومسيرة سواريز في الملاعب مهددة بالانتهاء. الصفقة تمنى تمت، مشروع لامبرد مع تشيلسي يسير بنجاح. وفي البرازيل فقد ببغاء يستعرض مهاراته في مباراة كرة. في صفقة هتكلف خزائن النادي الأهلي حوالي 15 مليون جنيه، نجم جديد أصبح قريب جداً من الانتقال لبطل الدوري وحامل اللقب في الخمس سنين اللي فاتوا. النجم ده هو لاعب الزمالك السابق والمقص الحالي محمد إبراهيم، اللي بيقدم أداء ملفت مع ناديه خلال الموسم الحالي. قدر يفرض نفسه كواحد من نجوم الدوري. الأهلي أنهى اتفاقه مع اللاعب لضمه لأربع سنوات، لكن بيتبقى التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة نادي المقصة اللي بيبدو أنها منفتحة على بيع اللاعب والاستفادة من المقابل المادي للخروج من الأزمة المالية. الأهلي بيحاول تدعيم صفوفه لأنه بيتوقع منافسة شرسة الموسم المقبل من الزمالك وبيراميدز، وربما كمان من نادي جديد دخل في دائرة الاستثمار الرياضي. النادي ده هو FC مصر، اللي أعلنت شركة زد للاستثمار الرياضي استحواذها على النادي صاحب المركز قبل الأخير. الشركة أعلنت نيتها افتتاح فرعين جديدين لنادي FC مصر في مدينة 6 أكتوبر والتجمع الخامس، علشان يبدأ مشروع رياضي جديد ربما يزيد من إثارة الدوري المصري. أما المشروع اللي لم يتحدد ملامحه حتى الآن هو انطلاقة جديدة للعملاق الكتالوني برشلونة بقيادة المدرب رونالد كومان. برشلونة اللي أعلن بشكل رسمي تخليه عن مهاجمه سواريز لسه ما قدرش يتعاقد مع مهاجم جديد يرضي طموح النجم ليونيل ميسي ويعوض غياب سواريز. أما سواريز نفسه فكان حديث وسائل الإعلام العالمية النهاردة بعد تسريب لمحادثات كشفت حصول سواريز على الأسئلة قبل اختبار الحصول على الجنسية الإيطالية لتسهيل انتقاله ليوفنتوس، وده اللي أدى في النهاية لفشل الصفقة واستمرار سواريز في البحث عن نادي جديد. لكن اللي مصمم على إنجاح مشروعه الجديد في الدوري الإنجليزي فهو المدرب فرانك لامبرد مع نادي تشيلسي، حتى لو الأمر كلفه التعاقد مع 8 صفقات في ميركاتو واحد. لامبرد أعلن النهاردة خضوع الحارس السنغالي إدوارد ميندي للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله لتشيلسي قادما من رين الفرنسي. ميندي بيعتبر الجزء الناقص لإنجاح مشروع لامبرد الجديد، خاصة بعد الأخطاء الفادحة للحارس الأسباني كيبا اللي تسبب بشكل مباشر في خسارة الفريق أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي. في البرازيل يبدو أن عشق كرة القدم لا يتوقف فقط على اللاعبين واللاعبات، لكن كمان ده وصل حتى للطيور. ففي مباراة ودية للمنتخب البرازيلي للسيدات اقتحم طائر ببغاء الملعب وفضل يطارد اللاعبة برونو بينس. الببغاء صمم كمان أنه يقف على راس اللاعبة ورفض الطيران قبل ما يلمس الكرة ويطير بعدها على الشباك الخاصة بالمرمى قبل ما يبتعد عن الملعب في لقطة طريفة انتشرت بشكل واسع على منصات السوشيال ميديا. تابعونا عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة بالسوشيال ميديا.